إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. آخر خبر، ملكة جمال الجزائر. أمس أنا الواتساب عندي ولع، الفيديوهات ما لي خلق أفتح، بس فتحت واحد حق القرادة، ملكة جمال الجزائر. شفت واحدة ولا ما أدري شني، خلينا نشوف. شغل الفيديو، صوت عطني صوت الفيديو. مساء الخير كل الحضور الكرام، سيداتي ونسي وسادتي، نرحب بكم في الحفل السنوي لمسابقة ملكة جمال الجزائر 2019. رسميا نعلن ملكة جمال الجزائر لسنة 2019 صاحبة الرقم 4. بكم مساء الخير عليكم. والله انا فرحانه بكم، وكي جيت وتفرجتوا علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. وحنقول لي ما ربحوش، حنقول لهم ديما رانا ملكات الجمال الجزائر. لا حول ولا قوه الا بالله. بنت اي ولا بنات الجزائر، كلنا ملكات الجمال الجزائر. لا حول ولا قوه الا بالله. Look at this dude. Wait till you see the. No. Look at his lips. انتي اختاري ملكة جمال، ما ادري شلون اختاروك. انا احس ان لما اجمعوا، لان انا سمعت يقول التصويت الجمهور، انا احس الجمهور من كثر ما هو حمقان على الوضع السياسي قال يلا اصكم فيها ملكة جمال، عشان اي واحد يقول هاي ملكة جمال الجزائر يزعل. يا مام واش كلفك انت تروحي تعافي اعافي راجلك واولادك وغلقي باب دارك غمدي عينك. لا صدق والله مقلب، انتم مسوين فيكم مقلب، هم الجمهور حمقانين على الحكومة، أكيد الحكومة عندكم يا مزوي شيء يا في مشكلة، والجمهور حب يعبر عن غضبه اختار هذه، لأن هذا اختيارها غضب يعتبر. لا يمكن يعتبر الكلام اللي قالت، لا عادات تقاليد ولا شيء، ملكة جمال اسمها، ملكة جمال يعني جسم شكل تكفى شكل يابس بوريك اللي وراها هي. لا تقلها عملتي. أما بس أرجع وأقول لكم، إحنا هنا الكويت لو الجمهور عزم وزعل على الحكومة وكان مسموح عندنا بيسوي كذي. شوف أنا نضربك، شوف نريك برميك سنبوسة. والله بيختارون ياسة ملكة جمال، يا بعد ما ضعفت كذي ملكة جمال على هذه، على مسؤوليتي هالكلام، وهارد لك للجزائر في هذا الاختيار، اتمنى لكم اختيار اخر مختلف، لان الجزائر بالنسبه لي كما اشوف من الفنانين اللي اشوفهم والاعلاميين البارزين يستحقون من يمثلهم افضل من هذه، هي حاله من الغضب اكيد. الله يعينكم وان شاء الله تتزوج بسرعه، فلا تزوجت يشيلونها ويحطون اللي وراها، على مسؤوليتي هالكلام.